سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا يخادعون الله والذين آمنوا سے پوری کوشش کے ساتھ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما يشعرون يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون فزادهم الله. یہ جو ہا کی جو پیش ہے اس کو اس کی آواز کیسی ہوگی؟ ہو یہ آواز نہیں آنی چاہیے. فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ولهم عذاب أليم بما
ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون 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 يكذبون ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون كانوا اس لفظ کو انڈرلائن کر لیں بما كانوا يكذبون يكذبون ذال کو نرمی سے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا سب کی اونچی آواز آنی چاہیے اگر یہاں اونچا نہیں پڑھیں گے تو گھر میں بھی نہیں پڑھیں گے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ نحن مصلحون نحن مصلحون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا قالوا إنما نحن مصلحون قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن پھر سے پڑھیں پوری توجہ سے ولكن لا يشعرون ولكن لا يشعرون ألا إنهم هم المفسدون ولا يشعرون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون پھر سے الا
سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.